اكتر حاجه بتستفزني انا شخصيا اليومين دول على الفيس الناس اللي بتتصور تصوير بقى يوم يعني حاجه يوميه زي ما انت بنات اعملي لي اد بقى ماشي بنفس الصوره دي تصوير في بغض النظر عن البنات ده حوار يعني مش هنتكلم فيه دلوقتي يعني في الولاد يعني في نوعين برضو انا ما عنديش ولاد بتعمل كده في ولاد كتر خيرها بتتصور بهدومها شكرا في ولاد تانية الله يخرب بيتهم بتصور من غير هدومهم انت فرحان بحاجتك انا مالي اشوف حاجتك انت فاهم انت مبسوط انا مش مبسوط لا بتصور السكس باكس بتوعي تحس لو انت قابلته في الحياه ازيك مش تسلم واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته ربنا يخليهم لك جنبي بس انا عندي وان باك يعني ما بتصورش مالتي فين الوان باك؟ دي تصوير وبعدين في كميه فيلينجز غريبه يعني عارفه انت الفيلينجز اللي هو فيلينج باد فيلينج ماد فيلينج ساد فيلينج هابي فيلينج ماه ماه انا عارف ده مرض يعني داعيه والله ما اعرفش يعني انت مثلا لو رحت للدكتور مالك يا ابني والله يا دكتور حاسس ان انا ماه كده مش مظبوط خد اللبوسه دي كل يوم بعد العشاء هتبقى زي الفل ان شاء الله لدرجه والله في حاجات اوفر بقى في حاجات اوفر انا مره والله لقيت واحد مصور نفسه وهو بيصلي كده فيلينج خشوع بجد يعني انا قلت له فيلينج ماه طبعا يعني ده كان الرد بتاعي انا ماه بسببك يعني التصوير في ايه تاني فكريني كده فكريني عشان انا تهت ازيك عامل ايه معلش منفض لك خالص والله انا اسف بس في يعني تفاهم يعني ازيك عامل ايه برضه منفض لك اكيد يعني في حاجات كده تانية برضو تبع التصوير انا بفتقد ايام سي شكرا سي حضرتك في حاجات كده انا بفتقدها زمان من ناحيه التصوير فاكرين زمان لما كنا بنحب نتصور يعني ابسط حاجه مثلا بتروحوا مولات البنات بالذات لما تروحوا مولات تلاقي صاحبتها واقفه هناك كده وهي سانده على البلكونه هي جاهزه والناس عايزه تعدي ايه نعمل ايه هي جاهزه مظبوطه صوري بقى انت بتعمليش كده ولا انا والله بس اكل العيش يخليكي تعملي تتزلي انت فاهمه او لما تقفوا جماعه كده الناس يلا يا جماعه صوت زي تشيز فاكرين تشيز فاكرين الحاجات دي بقت بطيخ لا انا لسه ستيل تشيز انا ما بنزلش عن مبادئي على فكره عسل فمن الحاجات برضو اللي انا كنت بفتقدها جدا اللي هو زمان لما كنا بنحب نتصور عشان كارنيه المدرسه بقى والتامين الصحي عارف كان التامين الصحي كده والله كنت تروحي استوديو سامي للتصوير فوتوغرافي عارفه انت استوديو سامي ده والله تروح مساء الخير يروح جايب لك كرسي زي ده كده بالظبط هو نفس الكرسي تقريبا لا تفضل حضرتك فانت تقعد لو هجيب لك خلفيه نينجا تيرتلز لا شكرا باور رينجرز لا والله حضرتك عود لا شكرا ميرسي طربوش لا يا معلم انا عايز اصور بس والله طيب اعمل كده بقى تروح جاي عليكي بقى فاهم بقى بس جميل قوي روح رايح عند الكاميرا مش حلو ما هو حضرتك اللي مظبط لف بقى كده كتفك يمين فوق اهو حضرتك الشمال تحت اهو حضرتك حضرتك راسك فوق دقنك تحت راسك فوق ما حضرتك ما ينفعش حضرتك ابتسامه لذيذه في امك بقى خلاص ما تغمضش عينيك ما تغمضش اها تيجي تاخدها بعد اسبوعين ليه ذل ده ولا مش ذل ذل وتروح اصلا او تروح تلاقي تستلم الصوره تعمل كده مفيش جديد اصلا يعني من الحاجات اللي يعني احنا كلنا بسبب التصوير بقينا مودلز عارفين المودلز اكيد انت عارف المودلز انت واحده منهم اصلا
مودلز يعني بتغاظ قوي من المودلز، في منهم حلوين طبعا وفي منهم الله يخرب بيتهم، في موضات كده، في موضات كان هتكلم على الموضات بتاعت الولاد، لان انا بلبس لبس ولادي اكيد، مش هتكلم لبس حريمي يعني، في موضات سخيفه كده قوي. اه والله، بالذات الشباب اللي بيلبسوا فيزون وسكيني وحاجات كده، ده انا لابس واحد الحاجات دي. في اكتر موضه بتستفزني تسقيط البنطلون، اه تلاقي شاب يعني في التسعينات كانت بناطيل هنا، بعد كده نزل بقت هنا، بعد كده بقت هنا، والله هي حاليا هنا يعني، استقري استقري انت فاهمه. اه والله انا حاسس ان هو مثلا كمان 10 سنين صح؟ اه صح، مشكله مشكله والله، انا حاسس كمان 10 سنين انت مثلا هيبقى البنطلون هنا او البنطلون اه والله او البنطلون هيتقسم بقى نصين، يعني بنط ولون، فاهم؟ بنط ولون. اه والله، لو مساء الخير لو سمحت عندك لونات مقاسي؟ اتفضل يا فندم، اتفضل تخش قيس تروح. حلو ده، ما حلو حلو يا فندم، لايق على البوكسر؟ فظيع يا فندم، بس مش ضيق شويه؟ ضيق شويه، لا يا فندم بيريح مع المشي يمشي كده. لا طب عندك لونات بقى بناطيط قصدي مقاسي؟ يا بندم لسه في بناطيط، ايه بندم دي؟ لسه في بناطيط والله بجد، لسه تشكيله حلوه وصلنا. مفيش سوسته قدام، بحبش ابو سوسته ورا، ده مفيش حاجه جديده يعني. لا يا فندم الموضه السنه دي كلها سوسه ورا يعني، بس انا اعتقد بالموضوع دوت التحرش هيوصل لنا احنا كاولاد يعني، لو انت تبقى ماشي في الشارع ما تيجي يا مليجي